نحن فوج المدفعية التابع للفرق الوسطى في الجيش السوري الحر، يقوم باستهداف مقرات الأمن والشبيحة والدفاع الوطني وميليشياته الطائفية المساندة له في كل من معسكرات جورين وشطحة وعين سليمو، ردا على المجازر التي يقوم بها بحق المدنيين، وخاصة المجزرة الأخيرة التي قام بقصف المواد الكيماوية على مدينة خان شيخون وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وأكثر من 200 مصاب بهذه المواد السامة. ونحن كفصيل جيش حر يقوم باستهداف مقرات الأمن والشبيحة ومعسكراته، ولا نقوم باستهداف المدنيين كما يفعل النظام الفاجر بحق أهلنا المدنيين.